خير أعزائي المشاهدين بحلقة جديدة للبرنامج بالمصلاوي. تعبتوا بالصعود بس عدوا على محل يبيعون برغل، وصوني بالبيت أجيب برغل. يا هذا منين نجيب برغل؟ قالوا تطلع جيب يا من كلعفة يا من سنجار. فجيت وصل من الموصل لسنجار بهذه المدينة الكريمة الجميلة الحلوة طبيعتها الخلابة، يشتغل بعض الشغلات احتاجها للمويه. انتوا عارفين جو الشتي وهالسنه ما شاء الله سنه خير والبلد يجي قوي، فلازم اتمول للبيت. اذا عرفتم عنوان الحلقه مالتي اليوم، الموني عند المصلاوي. الموني لغه جاءت من كلمه المؤونه، هو عربية فصحى المؤونة. جماعتنا قسم مناطقنا يقولون المونة، قحين جماعتنا يقولون الموني. تعرفون انه طبائع وصفات اللهجة الموصلية انه قلب التاء الى ياء، قلنا لكم طويلة طويلة قصيرة قصيرة. فالمونة ايش تصير؟ موني. ايش وقت تبدي الموني وليش؟ يعني اشتهرت الموصل بالموني، هاي اسباب عديده ساتناولها بالتفصيل وعلى كيفي وهيدي هيدي، وان شاء الله يصل الموضوع اللي اريده. قبل على نيتهم، ما عندهم ساعات توقيت ولا عندهم انترنت او تلفزيون او اي شيء اخر او راديوات يقول له يدخل الشتي او النشره الجويه غدا مطر ولا نواي جوي، ماكو على نيتهم. فقبل يعني ما هسه، من يشعون بزونه السلطان ظهرت بالحوش، او جماعه غير ما حيسموا بزونه الموني يعرفون الموسم قغب. ايش نيه البزوني هذه؟ اكو نبات طبيعي موجود عندنا بالموصل، الزهره ماله بتلبس بالصيف وتكبر وتنفتح يطلع بيها مثل بزونة النفخ يلعب بيها، كلكم تعرفوها. هاي تطلع بشهر التاسع، او من يشوفون اللقيلق، من كان اكو لقيلق، او من يشعون الخشيات بينت، او صوت العصيفير زاد، او يقول له الشمس انكسرت وقامت تصير اسفل الكبش. وانا حكيت لكم على الكبش بالبيت الموصلي القديم، او يتغير الجو، فايش يقول له؟ يقول له بدا وقت الموني، يعني بدايات شهر التاسع. وانتم بتعرفوها قبل ايش كانوا يقولون على الاشهر؟ مثل يقول له اب، يقول له اول 10 من اب تشلع البسمار من على الباب، ثاني 10 من اب شهر طاب، وثالث 10 من اب تفتح من الشتاء باب. ومن يجي التاسع ايلول شو يقولون؟ يقولون سيروا يا هلي ولا تجيلون، جيلون قيلوله. هاي بعض المناطق بالموصل. اذا شهر التاسع بداية الشهر التاسع يبدي البيت الموصلي يدخل في زحمة العمل وتهيئة المونة، والله يساعد رجال قبل في بداية الشهر التاسع. شو
شهر التاسع يكون شهر عمل وخبصة وطاحة وجيب البيت المصلاقي على مود الموني. سمعت منكم يسألني يقول يعني بس بالموصل اكو موني؟ يا أخي مو بس بالموصل، بالقرى والأرياف والنواحي والمدن القريبة حول الموصل الكل تمون، كل تمون. وهذا من هو أسباب اللي تابع حلقتي من برنامج البيت الموصلي بجزئين، ذكرت أنه من أسباب بناء البيت الموصلي أسباب مناخية ودفاعية ونفسية واجتماعية، كذلك نفس معظم هذه العوامل تدخل فيش بالمونة. فمن أسباب أنه جعلت أهل الموصل ونواحي المناطق القريبة أنه يتمونون، ليش؟ أكو سبب مناخي اجتماعي ونفسي. المناخي جو الموصل بارد جدا بالشتاء، وسابقا كانت الثلوج تنزل أيام الخير والحالوب، حتى التاريخ ذكرنا أنه شد دجلة جمد مرتين وأن الطرق انسدت بالثلوج والحالوب كذلك. فبالشتاء يصير سكون سكون والطرق تنسد والعمل يقل والجو بارد، فلازم واحد يأمن بيته من مواد غذائية ومواد شعلة، يعني مواد تدفئة. هذا المناخي. أما عندك شنو السبب الاجتماعي؟ طبيعة الموصل أنه حرفيين، قبل ما كان أكون موظفين كانت الكل تعمل بالصيف، يشوف الكل تشتغل بالصيف بينهم وبين القرى، يبيع ويشتغل. ولذلك عندنا مثل يقول الصيف أبو الفقير. الصيف أبو الفقير ليش؟ إنه ما يحتاج له لا جو بارد يخطو حاغ نام على السطح شمزية وخبزاي وفضة، فيكون رب الأسرة مجبر أن يشتغل مرتين دبل حتى يهيئ للشتاء. النفسي، سبب النفسي هو ما تورثناه من سوالف ومحن عن عاديات الزمن، حكونا على الغزو، حكونا على السلب، حكونا أنه صارت حرائق، حكونا صارت جراد مجدي. خلونا نعيش دائما بخوف بخوف بخوف، أنه غدا بيصير كذا، غدا لا ينقطع الطريق، غدا لا ينزل الثلج، غدا لا يجمد الشط. فشوف الأسباب النفسية والاجتماعية والمناخية تدخلت في رجعنا الموصلي من أكثر الناس بالعراق يجمع الموني. والله العوجات طيبة، العوجات حلوة، الله كما يزن بيها. المهم احنا حكينا عن الموني، قلنا الأسباب مالها. هسه واحد منكم يقول لي ايش تقصد بالموني يابا؟ كل شيء وكلاشي، كل شيء هي الموني. الموني يقصد بيها الحنطة بأنواعها الناعمي والخشني، اللحوم طحيني ودبس وحلو، باذنجان يبسونه والبامية يبسوها، يعصرون معجون الطماطة، الشعلي الشعلي هم يخزنوها، شعلي اكو حطب عادي واكو حطب مسوس، وجلكم الله البعرور والجلة ايضا هاي خلوها وسائل تدفئة. البيبون، البيبون والنعناع والريحان والوغد كله هذا شنو يخزنونه؟ يعني انا وهد الجوري حكيت لكم علينا قبل ماكو، هذا يخزنونه ماي وغد، ماي وغد او دهن الوغد. كانوا يشتغلون محل الجمع الكبير، محل الجمع الكبير كانوا مشهورين انه يعملون دهن الوغد بجهاز اسمه الانبيق، وذكروها القبر الجامع الكبير محله اشتهرت انه من هذا الوغد الجوري يخلون الجهاز يطلع منه دهن وما، هذا يستفاد منه ايضا للطب والعلاج جماعتنا للموصل. خبز الاقاق ايضا يعتبر، يعتبرونه موني. حتى جبن البيزة، الجبن يكبسونه هذا موني. التين، التين التوث اللي حكيت لكم عينه من السجر يجمعونه هذا ايضا موني. كل ما يتعلق بديمومة الحياة المعاشية مالهم، حياة طبيعية، هذا موني. كل شيء خزنون، اي شيء قابل للخزن هو موني. وان انتقلت يعني لا تعجبون، هسه احنا عندنا بالعراق كلتنا بالموصل ايضا بصورة خاصة عندنا هاي المجمدات. يعني احنا قبل ايش كانوا يعملون؟ يعصرون الطماطم يعملوها معجون، هسه لا اكو يشتغل معجون طماطه. بس ايضا بالبيت قبل كانوا يخلون طماطه بالمجمده او الباميه او الباذنجان والقرنبيط. احنا قبل ما احكي كلامي هذا قبل ما يصير الزراعه المغطات. المهم كل شيء يجمعونه ويخزنونه، حتى التمن. رغم انه بالمناسبه احنا نقول عليه غز، الموصل نقول التمن غز، وقبل كانوا يسمونه بلاو، فياخذون غز. واي غز يابا ياخذون؟ لازم رزع كراوي، يقول له هذا ابو
شش عقراي شش. ايش دي كلمة شش؟ كلمة كردية يعني ستة. هذا غز تمن عقراي وغز عقراي، هذا ينسقي ست مرات. يا باشك الطيب، يعني اكيد تكلكت تمنه. هذا غز تمن عقراوي يشتغلون ونفعه. ودون الحور ودون الحور اكو شله خيرا نعمله. بعد ما اريد انا تختلط الاوراق عندي، حتى السلي احكي لكم على السلي يخزنونه. فتغشع البيت الموصل لي الرعره ماله سوداء، سوداء بالموني من تلي كله هاي الاشياء، سوداء بالشعلي من تلي، صيدليه عندهم البيبون والريحان والنعناع، يعني عاديات الزمن، عاديات الزمن. ما بس غزو او حريق او يجون جماعه تسليب او يجون ثم يذكرون يعني التاريخ. كنا بسنة 18 الجيش العثماني قام يلم التموين الموصل، حتى سمي عام المجاعة. عاديات الزمن أيضا المرض، المرض فيقول لك يخلي بيبون، وكل تكون على الموصل أتحداكم أكل شربتم بيبون ونقدروا البيبون. والدليل أنه قناة الموصلية شعار البيبون، وشركة أدوية بينا ولنا بيها شعار البيبون، وهي زهرة آشورية، فمن حقنا نفتخر بيها مثل ما المصريين يفتخرون بزهرة اللوتس. أعزائي المشاهدين، هسه رجعتي من سنجاغ وتلافة، صورنا بعض اللقطات، بس اللقطات المهمة أصورها مركز دراسات الموصل بالمتحف هذا، اللي أشكر جامعة الموصل وأشكر مديره زميلي وصديقي العزيز دكتور ذنون الطائي اللي حافظوا علينا، وإن شاء الله تطلع حلقة متميزة تذكركم ببيوتها الأول وجدي وجدتك والله يرحم أمواتكم. تعالوا معي نفوت على المتحف. أعزائي المشاهدين، تذكرة سريعة على الموني. حكينا على الموني، أشي مونونة للموصل، بصل يابس، ثوم، تمر هند، بيبون، لحم يكبسونه، الحنطة، واحد يأكل الحنطة أشي يعملون بيها. هسا أقول لك أش نعمل بيها. الحنطة نوعين، ناعمة وخشنة، يعني ناعمة وخشنة. مكلف جبنا أيام قبل ينزل على العليفين، يعني العلاف، ولا تستغربون اكو عدة عوائل عريقة بالموصل تكنى اللقب مال العلاف، لأن أجدادهم كانوا يشتغلون في بيع الحنطة والشعير. وذكرك كانت باب الطوب مقابل المركز العام، فيروح أبو الأسرة يدور له على حنطة، فيقول له هاي تركية، هاي قندهارية، هذه مثلا أفغانية، هاي كذا، يقولوا لا أريد حنطة صابر بيق. حنطة صابر بيق يحبوها للموصل، لأن هاي بالعجينة الصيحلانية مليحة للخبز، هاي الحنطة للطحين. يعني الحنطة الخشني هاي نعمة طبعا. الحنطة الخشني يقول له أريد أمسن الجمل، لأن أجلكم الله الجمل سنه كبير، فيقول له حنطة أمسن الجمل. ليش؟ حتى نجي ناخذها ونعمل السليقة نستفاد منها.
اشتغل حنطة اتفق عليها تنباع بالوزني. وسيلة النقل قبل ما كان اكو سيارات، فأجلكم الله على الحيوانات، يخليها على دور الحيوانات ويمشون من علوة الحنطة عن الفيل. مثلا العبد الخوب الشهر سوق الباب لقش، اكو نداء، نداء كلش حلو نسمعه لحد الآن من يمشون، ايش يقولوا؟ سين بالك سين بالك، هسه تغيرت، دير بالك دير بالك، منين جت؟ سين بالك سين بالك، من جو الانجليز بالاحتلال نزلوا الاسلاك الشائكه يم الشط منطقه الشريعه يسموها، يعني حاليا الجراجات مقابل جامع الباشا يمين، فيجون الحمالين يشيلون الاسلاك الشائكه على ظهرهم يخترقون باب السراي يطلعون يروحون على السراي على القلعه على المركز العام، المهم ما نحن بهذا. فهذا من شيء الاسلاك الشائكه يمشي المواصله، والاعراب اللي دعمنا يلبسون عبي ما يسموه البشت خفيفي اشت، فهذه من تشلب بالاسلاك الشائكه تنسل، فايش يقول الحمال؟ يقول سين بالك سين بالك، فهذا ايش يعمل؟ يكعص يتجنب، فيدخل الحمال او العتال ويطلع الطريق، هذا توارثونه. فكذلك هذا تكرمون بالحيوان يصيح سين بالك سين بالك في العالم يمين يسار، الى ان يجي وصل يجي البيت، وصل بيتنا وبيتكم، كنا عملنا له مجال يجي يفرغ الحنطه بقويني او يفرغها بشوف زنيبيل، تنزل تبدي اي مرحله، مرحله النسوان الكبار تنظيف الحنطه، ينظفون الحنطه من الشوائب، بها اوساخ بها احجار، يغربلوها طبعا، هون يدخل بها اللياقه، اللياقه البدنيه وكثره الخادمات، يعني باشوات بقات عنده خادمات كلهم يشتغلوا، فينظفون الحنطه، الشن يطلعوها ذهب، ينظفوها وتنظف ويعزلوها على جهه، وتجي المرحله الثانيه وهو اجمل واحلى مهرجان بالموصل، وهو السليقة، يعني أقصد بيها دست السليقة. دست السليقة هو عبارة عن دست القطر ماله من متر ونص إلى مترين، وكلما كبر هذا دليل على القدرة المالية لصاحب البيت. ودست السليقة أرجع وأقول العوائل الغنية كان عنده دست دستين بالبيت، والطلب المحلي للأجر، لاحظوا الكرم من غالي، واكو ناس اختصوا من يأجرون دست السليقة، فاحنا أجرنا أو احنا من بيت البق بيت الباشا بيت كذا أخذنا منه دست السليقة، لأن هي طبعا بالمناسبة السليقة من يجي من كلمة السلق، السلق صار لها سليقة، يعني تسلق الحنطة تنظفها طبعا بعد ما انعزلت، فنجيب دست السليقة. إذا كان الحوش كبير يساعد فينصبون دست السليقة بالحوش، ولكن الحقيقة أنا أعوذ بالله من كذا، أنا أحكي لكم عن ذكرياتي، يعني أنا ما أشوف الدست السليقة مهرجان ما حضرتهم إلا بالعوجات، فيختارون بالعوجي مكان شوية مفتوحة، فيجيبون دست السليقة يخلونه على حجار، وش يخلونه؟ الوقود دادا المحلي، إيش عنده شيء وسخ شيء مكسر وسخ ما يريدون ويشتعل ما يستفاد منه؟ أبو العتيق، أبو العتيق، أبو العتيق، وهي يقصد بها أصحاب مهنة تبديل الزجاج الفرفوري بالملابس العتيقة، وهي خطة خبيثة تبعها اليهود، ركزوا معي من كرمكم، اليهود في الموصل هم اللي طلعوا شغلة العتيق. عتيق اللي عنده عتيق اللي عنده عتيق تطلع عنه، اي عندي هاي الدشداشه عندي، قال امسك يا هذا الصحن. هي ايش الغايه؟ تبو هي البعد ماله يا جماعه، كان بقناعتي يعني بعد ديني حتى يقطعون يعني الزكاه والمساعده بين الغني والفقير. فالشعلي قلنا الاشياء العتيقه ما يستفاد منا، ابو العتيق نجيبه، والحطب وجل حشى مقامكم البعوض والجلي والفحم اذا اكو، واهم شيء ايش يخلونا للموصل؟ حطب ما السوس، لان حطب السوس يطلع ريحه طيبه حتى لا يروجون العالم، استخدام ماله قليل.
ينصبونه هذا الدست العصب او المغبية، خلونه على حجارة ويشعلون الشعلة، يتعين واحد من المحلي عيني كبير شوية سبع، لان احنا المدلعين ونضوجهم، يفرغون الحنطة، لحق عليه يفرغ الحنطة، بس ما صابر بيه يمكن. المهم يفرغ الحنطة هذا الدست، يخلي له ماي، وتبدي عملية السلق أو السليقة. يا بقى هي رافقة، كل التولاد المحلي نقف نصيح ونغني ونفرح، ومن البيت طبعا بالمناسبة، لما البيت تفرح إلى شلون جماعتنا بالموصل. اتكلم اليوم بيت حجي السعدية عندهم سليقة يما دستن إيه القدو مباهات والكرم أيضا. فاحنا ننتظر هذا الرجال بيدو كف كيلو كبير أكبر من هذا، ويديغه ويديم النار ويديغ يديغ علشان يدور الماي، واحنا واقفين نصفق ونغني وما حد يحكي معانا، كل واحد بيدو طاسة صغيرة. أذكر بهاي المناسبة يعني أسأل المخرجك اللي طلعت خارج النص، آخر عملية سليقة أنا صنع سليقة حضرتوها بالسبعينات، كنت زينا بيت جدي الله يرحمه، الله يرحمه خالي مريم جيراننا، عملت سليقة وأنا قفت مع الأولاد يم بيت جدي نصيح، وهذه دللتني لأن أنا من عبد أخوذي من دكة برقة. الله يرحمك خالي مريم أم يونس وأم محمد أحييهم، كانت تتباهى بالدست ماله شيخ الله يرحمها فاتحة بيتها يعني مردانة. المهم ما نحن بهذا، كل واحد جايب الطاسي ماله، فمن تنسلق الحنطة يفرغونا شوية ونخليها ملح وناكل سليقة طيبة، هاي المكافأة لنا انه قد عقال قد عقال لا تعملوا مشاكل، وكلكم تتذكروها بباب لقيش وبباب جديد وبالعوجات القديمة، ما عاد احكي معي كلها تاريخنا. المهم يجي المغرب، واذا تطول يخليه ثاني يوم الصبح يعني واحد يكمل الماي ويديغه بالفجر، وبالصبح يجون الفزاعة. من الفزاعة؟ الفزاعة فزاعة لابن محلي الشباب من ضمن النظار، كل واحد جاي طبعا هو ما قرأ يعني ما صاحب ما مالته السريقة، بس يا بيت حج محمد عندهم سريقة، يلا ابني قوم براكم يلا عيونهم ذول اخوتنا، شوفوا اهل الموصل واحد يحب الاخ، فكل واحد جايب له زنبيل جايب له سطر جايب له شيء، هذا يفرغنا ونطلع ويصعد نطلع على سطح بيت اهل السليقه اللي يعملون السليقه، ونصبه نفرشه ويصعد بالسطح. طبعا بالسليقه هون النسوان، طبعا النسوان المحلي هي ام السليقه، طبعا تلبس ملابس قديمه او احيانا حتى يلبسوا دجاجه زوجة وتلف راسها، الله وكيلك منظر مرعب، وشعر الحجي نفس دجاجه يابا ايش ما هو ملتم ايش في سطح، ها سطح الوسطيني مال العيلة قلت لكم ثلاث سطوحات، فتفرشوا بالسطح ننزل كل واحد يشيل الدست يرجعه صاحبه ويشكره، اذا كان من البقات يقول له ممنون، واذا ابو الاجر يقول له اخوي هاي فلوسك، وتتنظف المكان وتنشطف. طبعا ما يهم البيت يشطفون جيرانهم يطلعون، خليناها بالسطح تظل هذه الحنطه يوم او يومين، يومي تطلع الحجي جدتي تقلب وش تقول يا ربي يا ربي بجاهك فقد نزمه خفيفه، اقول لها نانا ليش اكل؟ تقول لي ابويا حتى من عمله برغل يطلع البرغل دهون. طبعا هذا السكن سبحان الله هم قبل كانوا بتركيا جيران، وهسه هم جيران وخدموا المدينه ونحييهم، بس كانوا مشهورين يعني انا متذكرهم شوي غبن مبرومه مفتل صناطي عيني
أو الجوياني بالإضافة كل سأوتي موضوع آخر أبو شنطة اللي كان مطهوتي. المهم يابا يا معود يقول والله عندي شغل والله عندي شغل ما يجي يابا يا معود ما يجي. المهم علما يقل بعد يوم يومين ثلاث أسبوع من يقول إيش يجيب ينطينا يجيب الماكينة يفوتها هاي بالبيت بس إيش يشيل يشيل منا المحقان هذا القمع ماله أو يشيل غرض مهم ما تفر الماكينة. طبعا ثاني يوم مثل يجي نتهيأ ويجون نسوان من المحلي شوف يعني بالمحلي أخوي أخوي وخوات كله هذا جغاش البرغدي يجي فيجون اثنين ومهيئين الحنطة شوف ايش قد تريد هي الحنطة يعني المطقوقة قاعد يعملوها يفرغوني بالقمع وتنزل تقعد مرة جوا بيدا غوبيل غربال وتنظف هاي المرحلة أكثر من سبع غرابيل غوبيلات هسا كلكم شير طبعا كل ما يخلص تنكاي يندغ على الحائط يشخط شخطة أربعة وجو خط هذه عدد التنكايات بعد ما يكمل وتنتهي وشي مرتب روح الرجل خلف الله عنه ينطونه تعابه نفس النسوان الموجودين يجون بالذات الكبار السن العجيز نقول يجيبون صينية الكنديل الكنديل غشني صيني من نحاس يمكن متر ونص مترين والله كان اكو واحد ببيت جدي سالته عليه ما اعرف صارت لي قديمه ولو هي شيء جميل جدا احد اصدقائي مخليها بالغرفه الاستقبال هاي خلوها بنص الايوان قلت لكم الايوان فوائده يقعدون النسوان اللي ما عندهم شغل خلقه طويل خلقه طويل تقعد ويفرغون هي اربعه قطره كبيره يقعدون مرحله التلقي هاي برغل تلقي البرغل العفو هذه التشيشي هذه تلقي التشكتوك هاي تلقي البرغل مال كباب الصغار كباب الكبار هاي المراحل والله النسوان يعفونه ما عفا يعزلون طبعا اثناء العزل الصينيين بس بيخلوه على قعادي قعادي اشني آلية من النحاس اكو صغير وكبير صغير ياخذوها الحمام يصير مثل التخته وهذه يصير مثل الطبله تقف عليها الصينيه يعني واثناء التلقي ايش يصير؟ تلقي مع احترامي كالعادة نسخ البيش بالقشفي عيني أنا عمتموني ذاك فلاني ما جت غاغو 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 فتبدي سوالف وتاريخ المحلة طبعا الغدلة يعني بالمناسبة وقت في وحدي 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 وتكمل عزل الموني مالتنا وبين البرغل وكلها كميت بتنك ونبدي مرحلة التخزين بالحطة مليان السلة وما حد يتاقل خلي البرغل ينعم خلي الحلو يتمايل بالحطة مليان السلة وما حد يتاقل خلي البرغل ينعم خلي الحلو يتمايل واللي تمادى في المحل وتكمل فرحتنا ونغني عزلنا الموني خليناها إما بغت طريقة الخزن باستخداد يخلوها بغيني يخلوها الله ما أعرف هي أدوات الفنية يقول لك خلوها بالسد وبالدن نعرف الدن الخبز الأقاق والبغيني بالمخللاء يكبسون بيه والمخللاء بالموصل بالكبس نوعين أكو يكبسوها بزوز هاي يخلوها نهاية الشتاء والحزوز ياكلوها ويكبسون الطرشي ويشتهون من طه الملك الله يرحمه فمي مساء خزنوها بتنك وبريميل واحد يسألني يقول العدس العدس ياخذونه ما يعني ما مطحون ما مقشر هذا ايضا ما يشتهونه للموصل البلد هذا ياخذونه هادو يعملون عدس من هذا بالجاغوشي لحك عليها طخيتوها الحجية هاي الجاغوشي أيضا أحجار بركانية شاتمة يمكن يسموها بالجنوب الرحى
70 يوم رياض احمد يرى حاي ابي فريش كلمت يعني هذه يخلون بالجلاس يطلع هذا العدس. واحيانا يخلطون لنا اكلي برغي العدس او يعملون لنا كشك وهي اكلي طيب ذاك اليوم جدني. وياما كنا غنينا سمعنا اخواتنا صاير يغنون كشك وعدس ما حبوا يويا يغلي غلي وصبوا يويا اصبوا بالبواطي هاي مانية وطعموا الخواتي خواتي ما يعرفونه شو ملتو شنو اي ججو مقطوع هاي موروثنا نحكي على العدس. اما هذا العدس يستخدمونه ليش؟ للبرمة. اخواني بهاي المناسبة اوضح شيء، البرمة مو اسم الاكلة، اسم الوعاء بغنيه صغيري ما يكون مزجج. البرمة نسبة الى التراب اليمني او الحجازي. البرمة من التراب مالتها يكون لونها قهواية على حمار. هاي البرمة أكلة شتوية طيبة كل تمكن أكتمها. يخلون بيها من هذا العدس بقوليات حمص لحم شوف حسب المقدرة المالية لأبو البيت. البرمة يعني يخلون مزاليا يخلون حمص باقلي متقوقة يعني كشكا يخلون هذا الماش يخلون لحم تخليها من البيت وتقبلها وتطينها ويودوها على الحمام. حمامات قبل أكون ما كانت على الغاز كرخان، هذا الكرخان يعني مكان الشعلي الأوساخ روث الحيوانات الشعلي. فنيجي يقول له والله حجي أو عمو يطلع مسخمان يخوف كله هاي البغنية ما البيت أبو كرم كله جيبه يأشر عليها ويخليها بالغماد مال الحمام وظل الليل كله يعني شلون تستوي على هيك يعني شلون شوي شوي تستوي على كيفه. والفجر يروحون كل مال فلان بيت وكنا الشراء ينطون الدرهم شو اشكال يرجعون يقلبوها واشكال طيب البرمه وتنطي طاقه حراريه. وياما كنا يتوهموا جماعه ينطينوا برمه الوعاء ما بيت فلان هذا فقير وهذا زنقين داد هذا الفقير يقلبه كله لحم ودوس ياكل والله يقول له ما اعرف هي جبني حسبالي مالي وياما صارت مشاكل. فالبرمه ايضا تعتبر من الاكلات الشتويه اللي ناكلها من استحضاراتنا ليش؟ الموني من العدس. وهذه جاغوشي وهاي البغنية وسن نشوف الدان ونشوف السهد ونشوف شغلات كثيرة كان أهل الموصل يعني يحتفظون بها. كسر بجمع احنا نمون ما يديم حياتنا خلال الشتاء وبالذات الأشياء اللي تنطي سعرات حرارية وتنطي أيضا علاج. فهو مو غشيم من يكون يمون تبغى الهند والبيبون هذا حامض هذا طعم ثنات بيهم علاج ولا هو غشيم يمون دهن الوغد وماي الوغد. كل شيء محسوب الجماعتنا. الله يعمر بيوتكم وإن شاء الله بيوتكم 24 ساعة من تلي يموني وبيوتكم إن شاء الله مجوسي بالخطاق والاحباب. عندنا مشلخ بالموني اسمه الغشته. الرشته يعني يا شباب بس يعني السباجيتي يعني المعكرونه. ويقال يعني انا الحقيقه اود ان اشكر الاستاذ الفاضل مثري العاني والاستاذ الفاضل فرقد علي جميل ورحمه الله على شيخنا شيخ المؤرخين. نحكي على هذا عبقري الرجل. فالمهم مكيت نجي هذا عبقري الرجل. فالمهم مكيت نجي على الغشتة. طبعا اكو بيوتات خاصة مشهورين يعملون الغشتة يبعثون عليهم طبعا يعجنون الطحين هذا قلنا علينا وتقعد مغى مثل القطع هكذا مثل ما موجود الصورة وبالسكينة القطعة مثل الخيوط واللخ الذر فوقها طحين ويجمعوها طبقات ويودوها على بيت القلاية يعني في بيت فلان يسموه متجافوفي شو نقول حسنية متجافوفي مثلا. بعدين تطور جت الماكينة هاي ماكينة مالغشتة. تجي الماكينة هذه طبعا يشتغلون يقعدون البيت يعينوهم ونقطع كتل العجين ونزبطه بالماكينة والجماعة يفرون طبعا مع غنى تنزل من جوا خيوط خيوط وقاعد ولد يهف
طبعا ما صورته بسنجاق اللي اشهر عمال رشته، كان واحد اسمه صفو بن رشته، مات الله يرحمه بسنجار، يقول ما هي في شيء، يقول له بلهجته يقول له هف عينتيني هف عينتيني، يعني هف عيوني باثنين. وكان اقول الاخ سليمان ابو الغشته حسنيه متجافوفه، هاي بسنجار من هذه بالموصل اكو كثير. استاذ معن، استاذ معن عبد القادر الزكريا حدثني الرجل ما قصر والله، حكى لي على جافوفي وبيت فلان والدنك. المهم احنا حتى اقرب الكميه والله هاي اشياء انقرض بالموصل، فانا والمخرج والسيد بشار المصور جينا بالمتحف نصوره بعدين صارت شعرات هف، يقول هف عينتيني هف، بعدين صارت طانكا المغه تقطع وتخليها والست فوقها طحين حتى لا يلزق. كم مال اخذ حساب واسم نروح هو على بيت خاص اللي عنده الجافوف، يعني جافوف. طبعا الجافوف هو شنو؟ انجانا ومثل الطشط من طين خفيف، يخلونه على ناغ جواته بارتفاع ويخلوه هاي بالطول. والحجيه طبعا مغه مشهوره او غجيل يجوز بيت الغشت، جيت مكاين بعدين فعلى نار هاديه يقلبوها، فترشع تقول له عيني اريدها محمصه، اريدك نص محمصه، فتتدلل وتتكسر وهذه اللي يبقى ايش يبقى؟ يبقى البقايا ماله الطاحين يسمينه سويق سويق. فكنا احنا نفرح من يجينا هذا الطاحين بقايا الغشته نخليه معانا وشكر وبكيس ومثل القصبي سويق لويق سويق لويق. ويا ما كنا شقنا، كنا دموت عن نضحك من وراء السويق لويق. حكيته حكيته. هسه احكيكم على خبز القاق، لان يعني ننور خبز القاق. القاق يعني الرقاء، يعني رقيق رقيق، من الرقاق فنقول بالمصلاوي الغين غين. هذول منو يعملهم؟ منو يعمل الخبز؟ الفليحيات يعني الفلاحات، وهم خواتنا من القرى المسيحيه خارج الموصل، كانوا يجمعون كلهم ويصب ببيت خاتون خوقه. سامعين يقول له خاتون خوقه؟ هاي امراه كريمه من عائلة كريمة، بس كانت مريضة وأبوها مات، كان موظف بالدولة العثمانية مات وظلت ببحده، يعني أحواسها مشققة تعبانة وتقعد بالباب تصفن مريضة نفسيا. فكان عام يقول لها بيت الخاتون، يقول لها هذا خاتون خوقة، هذه خوقة يعني خرقة قماش، مريضة نفسيا والله، صابت أخوها مات وأبوها مات ظلت ببحده. المهم فيروح خاتون خوقة البيت يعني عدم مالته تعب، فقاموا يقعدون بينه أهل الخارج. فمن ضمنهم اللي يعملون البقلاوة، واللي يعملون خبز لقاق، وذول يعملون جروب أربعة إلى خمسة. نروح إحنا نتفق معاه أبونا أحد، يجون المغرب، يجون المغرب وإحنا كنا حضانا الطحين وهذه، يجون أربعة وكل وحدة عنده شغل. الأستاذي مسؤولة الملزقة، الملزقة إيش هي؟ قطعة دائرية من الخشب يذكرها للموصل ومغلفه بقماش عده طبقات. اكو الاخ اللي تقطع تعمل العجين، والاخ اللي بيده الشوبك، تعرفون الشوبك؟ والاخ بيده النشابي. يعني هاي منطقه خاتون، بيت خاتون خوخه، كان بينه اللي يعملون البقلاوه اللي 50 ب 50 بيناتها جوز في اللحيات، هذول يعملون خبز لقاق. يجون المغرب نعشيهم نحضرهم، طبعا غنى وسوالف وضحك وسوالف كلش طيبين، ناس طيبين ولا زالوا طيبين. الفجر يقعدون بعد ما العجيب كان اختمر، وحدك قطعت الاخ بالشوبك مراحل، طبعا هم اربعه والتنور حاضر، بعدين بالنشابي بحركات بهلانه وبهلوانيه تخبر تخلينه على الملزقه بالتنور دقائق يطلع يصفط ونجمعه ويكمل ونخلينه وين؟ بالدن. والدن هسه صور لكم هو وعاء من طين لحفظ خبزه لقاق. حكيت لكم عن كل انواع الموني، بس واحد منكم سيقول انت حكيت عن اللحم شلون يكبسونه اشون. فيا اخوي يا ابن عمي، بشهر الثامن معظم العوائل الموصليه يشتغلون، اجلكم الله، طلي صغير او حولي او ثوب، ونزلون ويصب بالسرداب جوا، سرداب العتمي ربيطه غبيطه. ولذلك أحيانا كلمة غبيطة
تطلق على أحدهم لسبب، والسبب هسه دا حكينه. هذه ما يطلعوها أبد على الشمس، تظل بالسوداب، يعني يمكن مرة واحدة يطلعوها وما تتحرك. يقول لك بس طعمها خد تسمن، هذه غبيطة. فأجلكم الله أحيانا نوع من السب يصير بيقولوا غبيطة، يعني ما يشتغل بس أكله نوم. فهذه الغبيطة تظل بالسوداب ثامن تاسع عاشر 11 12 بس يطعموا بيوم ما تتحرك مدللي. فشو تصير؟ تسمن. بداية ال 12 نهاية ال 12 ينزل أبو البيت يتحسس ظهره، ظهر الحيوان أو الحيواني أو الخروف، من يمسك زنبور زنبور الثور، زنبور يعني زنبور والثور يعني الثور حشما قالكم. زنبور الثور هو كيس شحمي، كيس شحمي كيس ذهني أو شحمي يظهر بظهر الحيوان، دليل أنه كان سمن وصار بينه دهن شمح. فايش يقول؟ أنا وقت الذبح. فيجيبون القصاب ويذبحوا سمين، فيذبحون الخوف، لحم قطع قطعونه يملحونه، يقلنا جماعتنا يمونون ملح ملح خشن، ويرجعون بالجاغوش ايش يعملونه؟ ينعمونه، ما مبلاش، قلت لكم ماكو شيء مبلاش، يلوثوا للحم بالملح ويصفطوا ويكبسوا. كبس اللحم موجود، وأطيب كشكاه كنا كتوها بحياتي مع لحم مكبوس. الهبر يعملونه باسترما، فشوف بالبيوت الموصلية الشغدانات معلقة باسترما. الباقي باتشا قولات برما، الصوف ماله للقعدي. حتى أحد أصدقائي قاعد أحضر البرنامج قال لي أبو كرم أفضل الصوت، قلت له يابا الصوت هسا نعمله نغمة مال الموبايل يضحكون. فهي الـ ما يخص مونة اللحم أو سبب أنه نخلي الغبيطة جلكم الله بالسغداب. الموني ما بس بالموصل، هالي الموصل الحضر الحضريين، ترى الموصل عند عمامنا خواننا أهل القرى والأرياف والبدو. يعني قلت لكم نقابل من جينا عدني بالموصل، احنا أصلنا من الريف ونزحنا وقعدنا واستوطننا. فعمامنا الله يديمهم رفعت راسنا ثبابين زين ضاغنا، أشو كانوا يتمونون بالشتي. كان يجي البدوي على الموصل يجيب معانه دهن حر يبيعوا، وتشمه كمية تشمه، وبقى بعض الأعشاب الطبيعية تظهر بالصحراء بعد ما تشتعل يصير ما أدري يسموها الجلو أو الجلو، اسمه مع الجلو الاسم هاي بيش نستفاد منها؟ إنه خليها مع ماي البيض تعقمه يصير سهل بغسل الملابس مالنا. دهن حور هاي الشغلات مال الشمه، نباتات البريه نستفاد منها، احيانا حتى البيبون، البيبون والمناطق اللي فيه موجود يجيبون يبيعوها. ايش يجي ياخذ من عندنا؟ يجي بس انه يطحن عند ابو المطحني وياخذها هي والخالي مالها يعبيها، وياخذ تتن او ياخذ دبس وطحينيه، وياخذ له فروه وملابس، لان بالريف خير. يعني هاي حقيقه، يعني بالريف وبالقرى خير. لذلك يشوف حتى صحتهم أقوى من المدينة، أكلهم كله فريد ودهن حر وشيء مضبوط. هذا لادي يمون كل شيء يمه، خير من الله وقاعد بالطبيعة، فياخذ شيء يعينه بالشتاء من ضمن الملابس أو التتن أشياء، القهوة يشترون القهوة، الدلات، ونحن نشتغل منهم هذه الشغلات. أحيانا أكو بعض القرى بها قيل، ولو القيل موجود بالموصل بتشاف يم الجيلة يم عنكبريت، بس أكو قيل نوعين، أكو قيل أسود وقيل أخضر، يجيبونه بالغارات يبيعون، هم يجيبونه من القرى يبيعون عندنا. يعني القيل الأسود للغسل
مكان الشامبو يدقونه ويعملون فصوص ويخلونه. وياما كنا سمعنا انه فلاني من كانت حامل تاكل قيل تتوحم على القيل. ليش؟ قال لك حتى ابنه يطلع عيونه تلمع مثل الجيجي، والقيل الاخضر للملابس، زائدا هاي الاشياء اللي يجيبوها من البدو. فكسر بجمع المونه في كل المناطق، في الموصل بالمدينه والقرى، الحالوب والمطر والفيضان والثلج ما يقدر ينزل على المدينه، لازم عنده شيء يديم بيها حياته لحين ما يجي الموسم. فهوني اخضرت بيننا وبين الريف، وانا دائما اكد عليها واقول ماكو انقطاع بين الريف والمدينه. كلا خالو ابن اخت واولاد عم، وافهموها اشخص بيها، هيم يعتبرون الحاضره مالم ويدافعون علينا منذ القدم ولحد الان، واحنا نعتبر جذورنا واصلنا بيهم. والدليل انه بعض الشباب يلبسون غطره وعقال يتباهى انه من فلان خوال ومن فلان عمام. وما بس البدو، يعني البدوي ينزل يشتري القهوه ورواق الخيمه وحبال متنقل. اما مثل ما قلت لكم لا دعمنا بالجريات في القرى، يعني ايش مثلا؟ ادوات لسحب الماي ذلو، يعني اقول من البير، الجرار، ادوات للزراعة في الحصاد، أحبال، كل ما يديم حياته. يعني بالشتاء قلت لكم انقطاع، فلازم يرتب نفسه. يعني ما بس الواحد يقول لي يجي ينزل مصر يشتري تتن، لا يا أخي، تتن من ضمن الضروريات، بس يشتري كراك، يشتري قزمة، يشتري برميات، يشتري أحبال، يشتري ملابس، يشتري الغطرة وعقال فروة تواصل، لأن الشتاء قبل انقطاع. فلا أحد منكم يتصور أن المونة بس بالموصل، أرجع أقولها البدو الرحل وعمامنا اللي ثابتين في القرى. ويا معلق اذا رحل اذا ساكنين، اذا بالمدينه ترى المصب واحد والدبه وحده، كلتنا اولاد عم وافتهموها يا اولاد عمي. اريد السمراء ام عيون الوسعه، اريد الحلوه الفضوي بين الحلوات، اريد السمراء ام عيون الوسعه، يعني معناها سكت، فهي اعتقد هي عربيه يعني قبل ما تركيه، يعني سكت بمعنى سكت، يعني هاي خنس او خنس يا ولد، يعني سكت يا ولد، هذا سكت. ومن اين جاء؟ سكت قد عاقل. نعم تركيه اكثر، يعني شلون اخرس، خلينا نقول يعني نبذر اي صوت يعني. نعم، ما اصل هذه الكلمه عربية فصحى، يعني بالقرآن موجودة، يعني خنس يعني بالمصلاوي ختل ثولة، بس معناه والله يعني مين جيت معه. كلمة خنس يعني مثل ما واحد عمل عملي وفلت بيها، يعني الخنوس السكوت أو الاختباء مثل ما نقول عليه. نعم، لغة عربية فصحى. نعم، وأكثر اللغة المصلاوية يعني عربية فصحى. كلمة خنس معناها سكت، وتطبق على الذي يعني يسوي الفاينة وينهزم.
انتهت حلقتي لهذا اليوم، إن شاء الله استمتعت بها، حكيت لكم بها علموني وذكرنا أيام الموني، والله يحميكم ويعمر بيوتكم. الحلقة الماضية سألتكم عن كلمة خنس، خنس طبعا عدة رسائل وأجوبة وصلتني وكلها تحمل الجواب الصحيح، وأنا فرحت جدا. خنس لغة هو ارتفاع أرنبة الأنف مع استواء قصبتها، ولذلك سميت الخنساء. وخنس هو اختبأ خشية العقاب، وخنس هو اختبأ متوثبا لعمل جرمي فأبطى شرا، فهاي كلمة خنس. فالمخرج من خنس كان خايف انه نتعارك وتصير مشاكل بيناتنا، وانا قاعد اصور وقاعد احكي علموني ماموني، المخرج غدا علي قال لي الخطا الله مين لك اشكت تفستق. فانا اقول للمخرج انا يعجبني اتفستق، لانه تعرفون معنى كلمه تفستق روعه. فاعزائي المشاهدين، ما معنى كلمه تفستق؟ لا احد يقول لي تركي او عبري او تشيكوسلوفاكي، بيني كلمه عربيه انتبهوا عليها، اتفستق اتفستق قي فستق. ويتفستق كلمة مهمة وبيها حتوتة وحكاية لطيفة، غاية حكيكمية بحلقة الليل.